السلام عليكم شباب. اليوم نكمل شابتر 3 بارت 2 الفيزيكال لاير، وراح نتطرق الى الترانسميشن امبيرمنتس التي تتمثل بالاتنويشن والديلي ديستورشن اند نويز عند ارسال الاشارات سواء كانت ديجيتال ام انالوج عبر الترانسميشن ميديا، والمتمثل بان تكون هذه الشانلات عباره عن وايرد او وايرلس، فان الاشاره راح تتعرض الى مجموعه من البروبلمز او التشالنجز تسمى باسم الشانل امبيرمنتس، وهذا يرجع الى كون انه هذا الترانسميشن ميديا هو عباره عن نون بيرفكت شانل. وبالنسبه الى الديجيتال سيجنال، راح تتكون عاده الديجيتال سيجنال من الفاندمنتال ومجموعه من الهارمونيك، فنتوقع مرورها خلال الترانسميشن ميديا راح تتعرض الى ضياع لبعض الهارمونيك، كون انه الباندويث لهذا الشانل يمتاز بالمحدوديه بمعنى ليميتد باندويث، يحصل ما يعرف باسم السيجنال كوربشن عند جهه الديستنيشن. بالاضافه الى ذلك انه مرور هذه الاشاره عبر الشانل راح يعرضها الى فقدان من الباور، وعليه راح يحدث نوع من الاتنويشن بالنسبه الى الاشاره، وايضا بالامكان ان تتعرض هذه الاشاره الى نوع من النويز، حيث يتم اضافه هذا النويز من خلال عمليه ارسال الديجيتال سيجنال، وهذا راح يغير من قيمه الزيرو والوان، وبالتالي راح تكون يحدث ما يسمى باسم السيجنال كوربشن او نسميه بالبيت ايرور عند جهه الريسيفر. يمكن تصنيف الامبيرمنتس هذه اذا ثلاثه انواع اساسيه، سواء كان الشانل او الترانسميشن ميديا هو من نوع واير او وايرلس، وتتضمن هذه الامبيرمنتس هي الاتنويشن اي التوهين، او ان تكون هي عباره عن ديلي ديستورشن اي تشويه بسبب وصول هذه الاشارات بازمنه مختلفه، او ممكن ان تكون هذه الامبيرمنتس هو نويز يضاف الى السيجنال خلال عمليه الارسال، وممكن ان نعرفه باسم الثيرمال نويز او بالاديتيف وايد جاوسيان نويز، او ممكن ان يكون هذا النويز هو من نوع امبلسيف، او ربما ان يكون من نوع شوت نويز كما في نظم الاتصالات الضوئيه المتمثله بالاوبتيكال ترانسميشن سيستمز. ناخذ النوع الاول من الامبيرمنتس واللي تمثل بالاتنويشن، والمقصود بالاتنويشن هو اللوس اوف انرجي اي بمعنى اللوس اوف باور للاشاره المرسله، بمعنى حدوث ريدكشن بالسيجنال سترينث اي بمعنى حدوث نقص في قوه الاشاره المستلمه، وعليه عندما يتم ارسال او نقل اشاره عبر ميديوم فان هنالك بعض اللوسز راح يحدث بالانرجي بالنسبه الى الهارمونيك الموجوده في الاشاره، وذلك بيكوز اوف الواير ريزيستنس، وعليه ممكن ان يكون الواير في هذه الحاله في حاله وارم او هوت. فعلى سبيل المثال نلاحظ الشكل ادناه انه عند نقل الاشاره اذا كان عندي اوريجينال سيجنال ومطلوب نقلها من بوينت 1 الى بوينت 2 عبر الترانسميشن لاين، فراح تتعرض الى نوع من الاتنويشن اي بمعنى فقد في قوه الاشاره اي في الباور الخاصه لهذه الاشاره عند البوينت 2، وعليه يتم ارجاع هذه الاشاره من خلال عمليه الامبليفاير او امبليفيكيشن حتى يتم استرجاع الاشاره الاصليه عند البوينت 3. نقدر نقول بان سترينث اوف سيجنال اي ان قوه الاشاره تتناقص مع زياده المسافه، اي بمعنى مع زياده طول الكيبل، فكلما كان المسافه اطول كلما كانت الاشاره المستلمه راح تكون ويك او اضعف، وهذا يعني بحدوث ريدكشن بالسيجنال سترينث اي حدوث ما يسمى بالاتنويشن او نطلق عليه باسم اللوس اي الفقد، ويقاس عاده بالدي بي لكل متر اذا كان الديستنس مقاسه بالمتر، او بالدي بي لكل كيلومتر. فمثال اذا عندنا على سبيل المثال كيبل قيمه الاتنويشن فيه تصل الى 0.5 دي بي لكل كيلومتر، فهذا معناته انه كل كيلومتر راح يحدث لي الاشاره بفقد بمقداره 0.5 دي بي. راح نتعرف الى وحدة قياس السيجنال سترينث تسمى باسم الدي بي، وهي قيمة مطلقة، وهي تمثلنا مجر الى الريلاتيف سترينث بالنسبة الى تو سيجنال اي بمعنى قياس الباور بالنسبة الى باور اخرى عند نقطتين مثلا بمختلفة، او قيمة الباور الى 1 واط او قيمة الباور الى 1 ملي واط، وعليه ممكن ان نشوف انه هذا الدي بي ممكن ان ياخذ قيمة سالبة، وبهذه الحالة نسميه لوس اي بمعنى سيجنال اتنويشن، او ممكن ان ياخذ قيمه موجبه، وبهذه الحاله راح نطلق عليه بسيجنال جين، او نطلق عليه بانه السيجنال في حاله امبليفايد.
ولحساب السيجنال جين، بمعنى انه هذه الجي تكون مقاسة بالدي بي وتكون قيمتها موجبة، وهذا يعني بانه قيمة الباور عند البوينت 2 راح تكون اكبر من قيمة الباور عند البوينت 1، اي بمعنى الريسيفد باور راح تكون اكبر من قيمة الترانسميتد باور، اي بي اوت اكبر من بي ان، وبالتالي راح تكون قيمة هذه الجي موجبة. اما اذا كانت هذه القيمة سالبة فهذا معناته انه قوة الاشارة المستلمة هي باور اوت راح تكون اصغر من قيمة بي ان، وعليه راح تظهر انه في هذه الحالة القيمة السالبة للدلالة على حدوث اتنويشن بالنسبة الى السيجنال، اي بمعنى سيجنال اتنويشن. وممكن نحسب اللوس ايضا بدلالة الفولت، وناخذ لها بشكل 10 لوغ للبي اوت تربيع على ار الى بي ان تربيع على ار، اي بمعنى 20 لوغ بي اوت الى بي ان. ونعني الاشارة السالبة تعني هو الفقد في الاشارة، قوة الإشارة، ومعناه أنه الفي أوت هي أصغر من البي إن. الآن نأخذ إكزامبل، نفترض بأنه عندي سيجنال يتم إرسالها عبر أمبليفاير، وهذه الباور راح تزداد بمقدار عند جهة الاستلام بمقدار 10 مرات من قوة إشارتها عند جهة الإرسال، وعليه راح يكون قيمة الـ P2 تساوي لنا 10 من P1. وإذا أخذنا اللوغ بهذه الحالة لـ P2 إلى P1، لوغ 10 إلى P2 إلى P1، راح يطلع لنا بهذه الحالة أن قوة الإشارة هي بمقدار 10 dB، أي بمعنى حصول amplification أي power gain بالنسبة للإشارة المرسلة بمقدار 10 مرات. الآن نأخذ example 2، نفترض أن عندنا signal travel through transmission media وأن قيمة الباور إلها هي راح تصل إلى النصف عند جهة الريسيفر، والمطلوب هو show loss of power أي مقدار الاتنويشن بالدي بي، راح نأخذ 10 log P2 إلى P1، وقيمة P2 راح تكون هي نصف من قيمة P1، وبالتالي راح يصير عندي reduction بالإشارة بمقدار 3 دي بي، ونضع الإشارة السالبة بمعنى نقص قيمة الإشارة بمقدار 3 دي بي. فلو افترضنا مثلا كان إشارة الترانسميتد البي ان او الترانسميتد باور هي 10 دي بي، فمعناته عند الاستلام بعد ما ان تفقد الباور تفتقد الإشارة بمقدار نصف الباور، فهذا معناته راح تصبح قيمة الإشارة المستلمة هي بمقدار 7 دي بي، سالب 3 دي بي او اللوس اوف 3 دي بي هو معناه equivalent الى اللوسينج اوف ذا هالف باور. نحن راح ناخذ مثال بالنسبه الى قوه الاشاره، السيجنال سترينث مقاسه بالدي بي. فاذا كانت الباور ريشيو عندي بمقدار 10 الصفر اي بمعنى 1، اي بمعنى قوه الاشاره مثلا بي اوت الى بي ان تساوي لنا 1 اي بنفس القوه، بمعنى انه بالدي بي تقاس ب 0 دي بي، واذا كان 10 مرات اكبر بمعنى 10 دي بي، واذا كانت 100 مره اكبر فمعناتها في الدي بي معناتها تقابل 20 دي بي. ايضا بالمقابل اذا كانت الاشاره تكون أضعف بمقدار 10 مرات أو أقل بمقدار 10 مرات، أي بمعنى 10 إلى سالب 1 أي بمعنى سالب 10 دي بي، وإذا كانت بقوة 10 إلى سالب 2 بمعنى 20 سالب 20 دي بي. يتم قياس الدي بي فاليوز إما بوحدات الدي بي دبليو أي دي بي وات أو تختصر باسم الدي بي، أو بالإمكان قياسها بالدي بي أم إذا كان عندي ويك سيجنالز بباور تتراوح بالملي وات أو بالمايكرو وات، وعليه ممكن نحسب الدي بي وات أو الدي بي بعشرة لوغ الباور مقاسة بالوات وذ ريسبكت إلى واحد وات. أما بالنسبة إلى الدي بي أم فتقاس بعشرة لوغ الباور مقاسة بالوات مقسومة على واحد ملي وات. نأخذ إكزامبلز، فإذا كان عندي 10 وات والمطلوب إيجادها بقيمتها بالدي بي أو الدي بي وات، راح نقسمها على واحد وات راح تكون 10 لوغ العشرة، وبالتالي راح يكون عندي 10 دي بي أو دي بي وات. أو بالنسبة إلى هذه العشرة وات ممكن أنا أقيسها بالدي بي أم بأن أقسمها على 1 ملي وات، وبالتالي راح يحصل 10 لوغ إلى 10 أس 4 فتكون القيمة 40 دي بي أم، وبالتالي نقدر نضع فورمولا عامة لتحويل الدي بي إلى دي بي أم. ممكن نقيس أي قيمة بالدي بي أم من خلال حاصل جمع الدي بي
وات مضافا لها 30 دي بي ام، وهذه 30 دي بي ام تتمثل ان العشرة لوج وذ ريسبكت الى 1 ملي وات. اما بالنسبه الى القيم هنا السكيل الخاص بتغير الباور، فاذا كان عندي 1 وات واريد نقيسها بسكيل الدي بي فناخذ 10 لوج الها راح تكون الزيرو دي بي، بينما العشرة راح تمثل لي بالعشرة دي بي وال120 والالف 30 دي بي اند سو اون. اما بالنسبه اذا كانت الباور تكون اقل من 1 اي بمعنى 0.1 او 0.01 فراح تكون عندي سالب 10 دي بي وسالب 20 دي بي ثم سالب 30 دي بي. ولغرض تحويل او كونفرت هذه الوحدات من دي بي الى دي بي ام راح نضيف فقط مقدار 30 دي بي على كل قيمه، وبالتالي راح تصبح 0 دي بي تتمثل ب 30 دي بي ام، بينما ال10 راح تكون هي 40 دي بي ام. اما السالب 30 دي بي ام وعند اضافه ال 30 دي بي ام راح تكون عندي 0 دي بي ام. عليه ممكن القول بانه اذا كان عندي 0 دي بي فهذا يعني يكافئ الى 30 دي بي ام، اما 0 دي بي ام فهو يكافئ سالب 30 دي بي او دي بي وات. ناخذ اكزامبل اخر، اذا افترضنا عندي الترانسميتد باور او البي ان بمقدار 4 ملي وات عبر الترانسميشن لاين مع وجود امبليفاير بجين بمقدار 7 دي بي، والمطلوب هو مقدار الاوتبوت باور عند البوينت رقم 4 اي بمعنى الاوتبوت باور. راح نجي نشوف هذا الشكل، انه عندي ثاني كلوس معطى بمقدار 3 دي بي فروم بوينت 1 الى بوينت 2 خلال الترانسميشن لاين رقم 1، وايضا عندي لوس بمقدار 3 دي بي خلال 0.3 الى 0.4، وعندي هنالك جين بمقدار 7 دي بي، وعليه ممكن ان اجد حاصل جميع الجينز اند اللوسز عبر الترانسميشن لاين فروم 0.1 الى 0.4. راح يكون عندي سالب 3 دي بي مضافا لها 7 مطروح من عندها 3 دي بي، وراح يكون عندي القيمه هي موجبه 1 دي بي، وهذا معناته وجود سيجنال جين راح يحدث عند البوينت 4، وباخذ 10 لوج لقيمه الفورمولا جي تساوي لنا 10 لوج بي اوت الى بي ان، وراح نعوض 1 دي بي تساوي لي 10 لوج البي اوت المطلوب حسابه الى البي ان 4 ملي وات، راح نحصل الى البي اوت 4 ملي وات مضروبه الى 10 مرفوعه الى 0.1، وبالتالي راح تكون قيمه الباور عند الاوتبوت او عند البوينت 4 هي 5 تقريبا 5 ملي وات، اي بمعنى هنالك زياده في الباور من 4 ملي وات الى 5 ملي وات بسبب وجود 1 دي بي جين خلال عمليه الارسال. وبالإمكان أيضا حل هذا السؤال بدلالة الدي بي مباشرة بأن نحسب الريسيفد باور تسمى بي ات ذا ريسيفر بي ار اكس بمقاسة بالدي بي أو بالدي ام تساوي لي الترانسميتد باور اللي هي البي تي اكس مقاسة أيضا بالدي بي أو الدي بي ام، أي بمعنى يتم أولا تحويل قيمة الباور المرسلة تمثل بي البي ان 4 ملي وات إلى الدي بي أو إلى قيمة الدي بي ام، ثم تجمع مع كل قيم الجينز الموجودة خلال الترانسميتد لان وتطرح ايضا قيم اللوس الموجوده خلال الترانسميشن لاين، وبالتالي نقدر نحصل على قيمه الريسيفد باور مقاسه بالدي بي او بالدي بي ام، ومن ثم يتم تحويلها الى الملي واط او الى الوات.